الأصحاح الرابع. وقاد الروح القدس يسوع إلى البرية ليجربه إبليس، فصام 40 يوما و40 ليلة حتى جاع. فدنا منه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. فأجابه: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وأخذه إبليس إلى المدينة المقدسة فأوقفه على شرفة الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فألق بنفسك إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر. فأجابه يسوع: يقول الكتاب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. وأخذه إبليس إلى جبل عال جدا فأراه جميع ممالك الدنيا ومجدها وقال له: أعطيك هذا كله إن سجدت لي وعبدتني. فأجابه يسوع: ابتعد عني يا شيطان، لأن الكتاب يقول: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، فجاء بعض الملائكة يخدمونه، وسمع يسوع باعتقال يوحنا فرجع إلى الجليل. ثم ترك الناصرة وسكن في كفر نحوم على شاطئ بحر الجليل في بلاد زبولون ونفتالي، ليتم ما قال النبي إشعيا: يا أرض زبولون وأرض نفتالي، على طريق البحر عبر الأردن، يا جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلام رأى نورا ساطعا، والجالسون في أرض الموت وظلاله أشرق عليهم النور. وبدأ يسوع من ذلك الوقت يبشر فيقول: توبوا، لأن ملكوت السماوات اقترب. وكان يسوع يمشي على شاطئ بحر الجليل، فرأى أخوين هما سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس يلقيان الشبكة في البحر، لأنهما كانا صيادين، فقال لهما: اتبعاني أجعلكما صيادي بشر. فتركا شباكهما في الحال وتبعاه، وسار من هناك فرأى أخوين آخرين هما يعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا مع أبيهما زبدي في قارب يصلحان شباكهما، فدعاهما إليه، فتركا القارب وأباهما في الحال وتبعاه. وكان يسوع يسير في أنحاء الجليل يعلم في المجامع ويعلن إنجيل الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. فانتشر صيته في سوريا كلها، فجاءوا إليه بجميع المصابين بأوجاع وأمراض متنوعة، من مصروعين ومقعدين والذين بهم شياطين، فشفاهم. فتبعته جموع كبيرة من الجليل والمدن العشر وأورشليم واليهودية وعبر الأردن.